السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم طلابنا طلاب مدارس المدينة الأكاديمية، أهلا بكم في درس جديد من دروس مادة الرياضيات. نستكمل مع بعض دروس الباب الرابع النهايات والاشتقاق، الجزء الخاص بالتكامل. النظرية الأساسية في التفاضل والتكامل خدنا نبذة عنها قبل كده، النهاردة راح نستكمل قواعد الدالة، ازاي نعرف نجيب الدالة الأصلية اللي هي أساسا معرفة ان هي عملية التكامل. قبل ما نستعرض مع بعض قواعد الدالة الأصلية عايزين بس نتكلم ليه احنا بنضيف الثابت C في إيجاد الدالة الأصلية. نعرفين زي ما قلنا قبل كده ان التكامل عكس تقريبا عكس التفاضل او عكس الاشتقاق. فانا لو عندي داله وليكن مثلا f of x وبقول لك اشتقها f of x بيساوي x تربيع زائد 2، لما تحب تشتق الداله دي يبقى f برايم x عباره عن 2 عباره عن 2 x زائد مشتقه الاثنين بصفر. طب انا عايزك تشتق دي f x بيساوي x تربيع فقط، هتيجي تشتقها هتعطيك نفس الكلام f برايم x عبارة عن برضو 2x. طيب انا ايش عرفني ان كان فيه 2 ولا مفيش؟ لما احب ارجع بقى الدالة الاصلية دي زي ما كانت، انا بس بتكلم في نقطة واحدة بس، ليه انا بضيف ثابت؟ ليه انا بضيف الثابت في ايجاد قواعد الدالة الاصلية زي ما تعرفنا وخدنا فكرة قبل كده؟ ليه انا بضيف ثابت؟ على مثال هنا كان فيه 2 واعطتني بعد الاشتقاق 2x، وهنا ما كانش فيه 2 وبرضه اعطتني في الاشتقاق بتاعها 2x. لما احب ارجع اللي فوق الداله اللي فوق هذه، لما احب ارجعها هرجعها كيف؟ هضيف الاثنين كيف؟ بناء على ايه هضيف الاثنين؟ طيب اولا عشان ارجع ال 2x زي ما قلنا قبل كده طريقه بسيطه خالص، الاس هنا كام؟ 1، ضيف عليه 1 اصبح المجموع كام؟ 2، قسم على الاثنين، قسم على الاثنين، 2 على 2 راحت، يبقى هتديني لو حبيت ارجعها هتبقى اكس تربيع، لكن المشكله في الاثنين كيف ارجعها؟ مفيش طريقه ان انا ارجعها. دي نفس القصه، ما احب ارجعها هو اساسا اس 1 ضيف عليه 1 اصبح 2، قسم على 2 يبقى هيعطيك اكس تربيع الاصليه اللي قبل الاشتقاق. من هنا بقى جاء اضافه الثابت، ممكن الثابت ده يبقى بصفر زي الحاله الثانيه، وممكن يبقى بعدد زي الحاله الاولى، وممكن يكون سالب 2 مش شرط موجب 2. عشان كده احنا بنضيف في ايجاد الداله الاصليه، عشان ارجع الداله للداله الاصليه بضيف ثابت، بضيف ايه؟ ثابت. قواعد الداله الاصليه قاعده القوه، كل اللي انا بعمله انا لو عندي الداله الاصليه اكس اس ان وعايز ارجعها زي ما كانت قبل عمليه الاشتقاق، اهم شيء بس ان الان ده ما يساويش سالب 1، غير كده كله يمشي، ما يساويش ايه؟ سالب 1، اي الان عدد نسبي لا يساوي سالب 1. اقدر ارجعها ايه؟ ارجعها اضيف على الاس 1 اللي عندك اللي موجود وقسم على الاس الجديد اللي هيطلع معاك، بس ما تنساش مين؟ القصه المهمه جدا اللي هي الثابت. طب لو كان مضروب في كي؟ الكي دي خليها بره الموضوع، هذه الكي، شوف ادي الداله، ادي الداله وادي الداله الاصليه، الكي هتفضل بره زي ما هي إذا كان أقدر أبسطها أو ما أقدرش، لكن في النهاية هي ما بتدخلش في عملية إيجاد الدالة الأصلية إلا في النهاية إذا كان في تبسيط مع إن زائد 1، وبرضه بضيف مين؟ بضيف السي. قواعد المجموع، طب أنا لو عندي لو أكتر من دالة، دالتين قاف مسألة عادي مفيش مشكلة جدا، وبضيف ثابت 1 في النهاية، لو أنا عندي دالتين مجموعين على بعض أو مطروحين زي ما أنت شايف، ها، وعايز أجيب الدالة الأصلية بتاعتهم بجيب كل واحدة لحالها بس بضيف ثابت 1. تعال نشوف مثال بيقول لي اوجد جميع الدوال الاصليه لكل داله مما ياتي. الاولى اهم شيء بس اتاكد الاس كام عندي، هل هو سالب 1؟ لا خلاص اصبحت الامور سهله، يبقى اقول له اف كابيتال، اف كابيتال اوف اكس اللي هي الداله الاصليه عباره عن ها ادي الاربعه اكس اس ضيف عليه 1 اصبح 8 وقسم على الاس الجديد 8، بس ما تنضغط، ما هو ده الاساس ثابت. تيجي بقى نبسط، عادي نبسط مفيش مشكلة، على الأربعة فال 1 على الأربعة فال 2 يبقى هيساوي إكس أس 8 على 2 زائد ثابت، وصلى الله وبارك.
هنشوف المسألة اللي بعدها. طبعا هو حل المسألة خلاص. في المسألة اللي بعد كده عايز الدالة الأصلية أو جميع الدوال الأصلية، أقول له حاضر الثابت هو بيحل المشكلة. يبقى F capital of X عبارة عن طب أنا هعمل معاه إيه دي؟ طب يا عم ما تطلعها فوق عشان تقدر تتعامل معاها. طبعا زي ما كنا بنعمل حتى في الاشتقاق 2X أس سالب 4. ابدأ بقى هات منها الدالة الأصلية، يبقى 2 X سالب 4 لما تضيف عليه 1 يديك سالب 3، وقسم على الأس الجديد سالب 3، بس ما تنساش عمينا المشكلة الثابت، يبقى هيساوي. طبعا تحاول تبسط بقى، تحط الدالة في أبسط صورة، يعني ما ينفعش عندك يكون فيه أس سالب. طب الأس السالب كنت بعالجه إزاي؟ بنزله تحت في المقام، يبقى 2 انزلي بقى تحت في المقام يا إكس أس سالب 3، والسالب ديت بتاعت الثلاثة ممكن تطلعها فوق هنا عادي، ممكن تخليها تحت براحتك 3، والإكس أس 3 طبعا نزلت من فوق، واللي ينزل من فوق بيتغير إشارة الأس بتاعه، أو بيطلع من تحت برضه ويطلع فوق، لو طلع فوق برضه بيتغير إشارة الأس بتاعه. كده إحنا بسطنا أو كملنا أو جبنا الدالة الأصلية للدوال للمعطى. حلها لنا هي برضه بنفس الطريقة. نشوف اللي بعد كده. أوجد جميع الدوال الأصلية، حاضر، بس أنا عندي بقى عندي مجموعة، مش هتفرق، هو ثابت واحد. تعال نشوف إزاي نقدر نحلها. مفيش مشكلة خالص، أنت عايز إيه؟ الدالة الأصلية، هقول له حاضر، الدوال الأصلية، هقول له إف كابيتال أوف إكس يساوي. الإكس أس كام؟ 2، ضيف عليه 1، يصبح 3، وقسم على 3. ناقص 8. الأس عندك كام؟ 1، ضيف عليه 1 أصبح كام؟ 2، وقسم على 2. زائد 5، فين الإكس؟ في هنا إكس. في هنا إكس على فكرة، بس أس صفر. طيب اضيف عليه 1 يبقى 5 اكس 0 زائد 1 يعطيني 1، وقسم على 1، قسم على ايه؟ على 1. بس ما تنساش تضيف مين؟ الثابت بتاعنا اللي هيعمل لنا مشكله. بسط بقى، اكس اس 3 على 3 ناقص، ممكن ابسط الاثنين على الاثنين، فالواحد على الاثنين في هالاربعه، ايوه خلاص راحت الاثنين من المقام ريحتنا. اكس اس 2 زائد 5 اكس و 5 على 1 زائد سي. مسألة الثانية اف كابيتال اوف اكس يساوي 8 اكس اس 7، 7 اضيف عليه 1 اصبح 8، قسم على 8 الاس الجديد، زائد 6 اكس اس 2 هو كان 1، لما اضيف عليه 1 اصبح 2، اقسم على 2. هنا زي الخمسة بالظبط، هي اساسا هنا في اكس اس 0 يا استاذ، يبقى هتضيف عليه 1 يبقى 2 اكس اس 1 على 1. بس ما تنساش حبيبنا الكبير ده عشان طيب ما ننساش، يبقى هيساوي طبعا الثمانية هتروح مع الثمانية، يبقى اكس اس 8 زائد 6 على الاثنين فيها الواحد، على الاثنين فيها الثلاثة، يبقى 3 اكس تربيع زائد 2 اكس زائد السي. ببساطة وحاجات سهلة وبسيطة جدا ما فيهاش مشكلة. ايه اللي احنا بنقوله؟ يعني ايه الدالة الأصلية؟ الدالة الأصلية هذا زي ما قلنا قبل كده، اللي هو برضو عملية التكامل، عملية الايه؟ التكامل. طيب أنا عندي نوعين من أنواع التكامل. التكامل المحدود والتكامل الغير محدود. هذا رمز التكامل، ممكن أنا عرفتكم عليه قبل كده. طيب يعطى التكامل الغير محدود للدالة F بالصيغة هذه. لو انت عايز تجيب التكامل للداله هذه يساوي اف كابيتال اوف اكس زائد سي، يعني الداله الاصليه بس زائد ايه؟ ثابت. يبقى يا استاذ ايجاد الداله الاصليه هو نفسه عمليه التكامل، ولكن بس بيختلف في صيغه السؤال، حيث اف كابيتال هي الداله الاصليه والاف سمول والثابت سي. طيب احسب التكامل، خد بالك انا ايه اللي انا بعمله لما تجيني مساله التكامل؟ كل اللي انا بعمله ابص على دول، ماليش علاقه بالدي اكس. طب ايه دي ايه يا استاذ الدي اكس ديت؟ دي اكس ببساطه كده حبيبي بقول لك كامل بالنسبه لاكس، يعني لو عندك فيه واي موجوده، لا انا ماليش علاقه بالواي، انا بكامل الاكس بس، يعني الشغل بتاعي على الاكس، هذا هو المقصود بالدي اكس. طيب تعال نكامل، اقول له تكامل، تكامل
9x ناقص x تكعيب بالنسبه للدي اكس عباره عن ايه يا استاذ؟ ضيف على الاس واحد وقسم على الاس الجديد زي ما كنا بنعمل. شيل بقى علامه التكامل دي كده، يبقى هتساوي 9 اكس، هو كان الاس كام عندك؟ واحد، ضيف عليه واحد اصبح 2 وقسم على 2، ناقص اكس اس 3 ضيف عليه واحد اصبح 4 وقسم على 4. ما تنساش تضيف مين بقى؟ السي. طب الدي اكس راحت فين؟ خلاص ما انا قلت لك ده يا استاذ، بيقول لك ها كامل بالنسبه لاكس، دي علامه بتقول لك كامل بالنسبه لاكس. طيب في حاجه تتبسط هنا؟ لا خلاص، يبقى احنا كده كملنا المساله وخلصناها تكامل غير محلول. اللي بعده خلاص احنا كده خلصنا، وان شاء الله هنكمل الحصه الجايه. ورقه عمل هي مساله بسيطه خالص، احسب كل تكامل، تكامل عندك تكامل وحيد اهو، ويا ريت يا جماعه الخير تحلوه وتتواصلوا معانا، تحلوه وتتواصلوا معانا عشان لو عندك اي مشكله نحاول نعالجها ان شاء الله مع بعض، سواء كان على رقم الواتس اللي انتوا عارفينه او من خلال منصه المدرسه. اشوفكم على خير، في امان الله.